ثلث القوات المسلحة البيلاروسية نشرت على الحدود مع أوكرانيا، وهي في حالة تأهب قد تتحول من الدفاع إلى الهجوم في أي لحظة. كانت هذه تصريحات للرئيس البيلاروسي الإسكندر لوكاشينكو، الذي هدد أيضاً بحرب نووية. لوكاشينكو الذي أطلق تصريحات رنانة دعماً لموسكو، حذر كييف من استمرار التصعيد مع روسيا بعد التوغل في كورسيك، مشيراً إلى أن أوكرانيا تحاول استفزاز موسكو لاستخدام الأسلحة النووية، الأمر الذي سيكون بمثابة كارثة بالنسبة لكييف. الحل يكمن بجلوس الطرفين على طاولة المفاوضات وفق لوكاشينكو، وإلا سينتهي الأمر بتدمير الدولة الأوكرانية بالكامل، في الوقت الذي أكد فيه أن صواريخ اسكندر البيلاروسية قادرة على حمل رؤوس نووية. وزارة الخارجية الروسية قالت إن كييف شرعت بالتجهيز لتنفيذ هجوم يستهدف محطة كورسك للطاقة النووية، وسط تحذيرات من كارثة تواجه أوروبا في حال تنفيذ الهجوم. أما الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف كانت قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية تخطط لاستخدام عبوات برؤوس حربية تحتوي على مواد مشعة لمهاجمة محطتي كورسيك وزاباروجيا للطاقة النووية.